السلام عليكم، ارحب بالجميع كلهم باسمي وصفتي ومكانه ومكانته. موضوعنا لهذا اليوم موضوع غير عادي، يتحدث بلغة العصر، بلغة الكم، بلغة الأرقام، يتحدث عن الحاضر والمستقبل. في هذا الفيديو سوف نسلط الضوء على التحليل الحركي أو التحليل البايوميكانيكي للأداء المهاري للرياضيين، وسوف نستخدم بعض هذه البرامج لتحليل الأداء الرياضيين واستخراج البيانات تطبيق عملي باستخدام برنامج سيمي موشن أناليسيز ابتداء من مرحلة التصوير وانتهاء باستخراج البيانات وتحليلها. فتابعنا إلى النهاية، لايك للفيديو واشترك في القناة، وعلى بركة الله نبدأ. طبعا بعد تجهيز معمل التحليل الحركي ووضع الكاميرات في الأماكن المناسبة ووصل الكيبلات بالكاميرا وصندوق التزامن، تشغيل الكاميرات وربط صندوق التزامن بالبرنامج لجهاز الكمبيوتر والبرنامج، وتجهيز اللاعب من خلال وضع الماركر أو النقاط الإرشادية على مفاصل الجسم، وتجهيز مكعب المعايرة أو المجال اللي حتتم فيه أداء المهارة. ومكعب المعايرة ده عبارة عن المجال اللي حتتم فيه الحركة، أي حركة بتتم في هذا المجال يتم رصدها بصورة دقيقة، وقياس مكعب المعايرة وأداء محاولات تجريبية تبدأ عمليات التصوير. نبدأ بفتح برنامج سيمي موشن، دبل كليك يفتح معانا البرنامج بصورة طبيعية. هذه واجهة البرنامج، فأنت معك عمل جديد وبتشتغل مهارة جديدة، فتبدأ تيجي عند كرييت نيو اوبجكت أو عمل جديد، ننقر عليها، نسمي هذا العمل، أعطي له أي اسم. بعد التسمية ننقر على هذا الخيار كرييت اند سيف، وتحفظه أنت في سطح المكتب أو في أي برتيشن برتيشنات الجهاز. تختار مكان الحفظ وتقول له سيف. ننقر على هذا الخيار او الكاميرا، نصور اللاعب في مكعب المعايرة كم ثانية، ثم نقول ستوب ونحفظ الفيديو على سطح المكتب، ثم نقوم بتصوير اللاعب وهو يؤدي المهارة ونحفظ الفيديو ايضا في سطح المكتب. يتم مراجعة الفيديو، وبكذا نكون خلصنا اجراء التصوير. الان الخطوة اللي بعد كده نيجي عند هذا الخيار، ثم نختار بوينت هذا الخيار، ثم نختار هذا الخيار بوينت، يظهر لنا هذه الواجهة. وفي هذه الواجهة موجودة جميع أجزاء الجسم، الرأس، كتفين الأيمن والأيسر، والمرفقين الأيمن والأيسر، واليدين، ومفصلي الحوض، والركبتين، والكعبين، والقدمين. تختار منها الجزء اللي أنت عايز تحلله أو عايز تدرسه. نحن في هذه الدراسة اخترنا كل أجزاء الجسم. تقوم بالسحب الجزء وتضعه في الخانة الثانية هنا بهذا الشكل. أنا مسرع الفيديو شوي كذا بس علشان نقوم باختصار الوقت. حددنا النقاط التي سوف ندرسها، التي سوف نقوم بتحليلها. نقفل هذه الواجهة ثم نأتي إلى هذا الخيار، تظهر لنا هذه الواجهة. هذه الواجهة، في هذه الواجهة النقاط والوصلات أجزاء الجسم اللي تم اختيارها. لو هناك أي تعديل بين الزوايا يتم تعديلها من هذا الخيار، أو التغيير في الألوان، أو تغيير ألوان النقاط والوصلات، يعني هذه أشياء شكلية. المهم أن احنا نتأكد من زوايا الجسم، أو إذا أردنا تغيير زاوية، مثلا زاوية المرفق مش عايزين الزاوية الداخلة عاوزين الزاوية الخارجية، نقوم تبديل بين هذا الخيار. وبعد التأكد من نقاط وصلات الجسم واختيار الألوان نقوم بقفل هذه الواجهة والحفظ التغيرات التي أجريتها. ممكن تعمل سيف من هنا وتقفل البرنامج، وممكن تجي في اليوم الثاني تكمل الشغل، ما فيش مشكلة، أهم شيء تعمل حفظ للعمل. الخطوة اللي بعد كده وهي أهم خطوة، إن احنا ندخل الكربريشن ونعرفه على الجهاز. المجال اللي حتتم فيه أداء الحركة لابد أن يكون معلوم للبرنامج. قياسات هذا المجال ندخلها في البرنامج حتى يقوم بحساب أي حركة تتم في هذا المجال ويعطينا قراءات دقيقة. احنا من قبل صورنا الكربريشن واللعب موجود فيه، ممكن تصور الكربريشن واللعب غير موجود، مش مشكلة، اهم شيء الكربريشن. وصورنا كمان المحاولات. الان نقوم باستدعاء فيديو الكربريشن للبرنامج. نأتي من عند هذا الخيار ونضغط كليك يمين ثم اديت كاميرا، تفتح هذه الواجهة، نضغط على هذا الخيار ثم على هذا الخيار، نختار المكان اللي فيه الفيديو سطح المكتب، نختار الفيديو ونقول له اوبن. فتح معانا الان الكربريشن. طيب الان نقوم بتحديد النقاط، نقوم بتحديد المجال اللي حتتم فيها الحركة. عندنا أربع نقاط رئيسية، نقوم بتحديد هذه النقاط عن طريق الناظور، وتبدأ تحدد النقاط كلها بهذا الشكل. حددنا الأربع نقاط، نضغط هنا ثم أوكي. إحنا كده حددنا النقاط، يبقى عايزين ندخل قيم هذه النقاط، كم قيمتها؟ يعني لو تشوف المسافة الأفقية السفلية بطلقها 3 متر و10 والارتفاع 2 متر، تبدأ تدخل هذه النقاط وكم قيمها على الإكس وعلى الواي. دخلنا القيم، نضغط على هذا الخيار أبلي أو سيف، وبعدين نقفل البرنامج. الآن أصبح الأبعاد معلومة للبرنامج. الآن نقوم باستدعاء الفيديو الثاني اللي هو المهارة اللي تم تصويرها داخل الكربريشن. نعود مرة ثانية من هذا الخيار، كليك يمين. الآن فتحت معنا هذه الواجهة. الآن مع خيارين، هل تريد أن أنت تعمل تتبع للحركة أو تتبع للمسار الحركي لنقاط ووصلات الجسم بشكل يدوي مانوال أو بشكل أوتوماتيكي؟ لو تريد تتبع النقاط بشكل يدوي يبقى هتنقر على هذا الخيار، ثم نقوم بتتبع النقاط، ثم نقوم
نقوم بتعريف هذه النقاط على البرنامج. يعني مثلا هذه النقطة نقول له هذا الرأس، هذا الكتف، هذه النقطة هي الكتف الأيمن، هذا الكتف الأيسر، هذا مفصل المرفق الأيمن، المرفق الأيسر، وهكذا لكل وصلات الجسم حتى تنتهي من الفيديو. وطبعا كلما عرفت أنت نقطة يطلع لك باللون الأخضر. الآن معنا الطريقة الثانية، نرجع مرة ثانية في هذا المكان، كليك يمين ونرجع على اوتوماتيك تراكينج للطريقه الاوتوماتيكيه. نقوم بتضبيط الكربريشن، ثم ناتي عند هذا الخيار ونقول له ستار تراكينج، تتبع، بدء التتبع. خلاص، وبكذا هو تتبع كل النقاط بشكل اوتوماتيكي. طبعا بعض النقاط تختفي من امام الكاميرا، نيجي هنا نضغط هنا تظهر لنا هذه الواجهه، سوف تجد نقاط باللون الاصفر ونقاط باللون الاحمر. والمطلوب منك يا اما وان تاكد ان هذه هي النقطه فعلا او تقوم بتعديلها. وممكن تاتي الى هنا، تختار هنا النقاط المختفيه، لاحظ، تبدأ تقول للبرنامج وصل لي هذه النقاط أو أكمل المسارات الحركية أو المسارات الهندسية، ويقوم البرنامج بإكمال المسارات. الآن كده خلصنا من إعداد البرنامج، والبرنامج أصبح جاهز لإعطاء النتائج. الآن نعود إلى الواجهة الرئيسية لاستخلاص النتائج، ندخل هنا، ممكن تعرض الفيديو أثناء عرض النتائج، ومن هذا الخيار نقوم بإظهار الستيكر، وممكن تأخذ واحد أو اثنين أو ثلاثة اللي أنت عايزه، نضبطهم كده مع بعض، ننقر في هذا المكان. هذه هنا كل النتائج والقيم، بتيجي أن تسحب وفي، ومن هنا تختار هل تريد مثلا الإزاحة أو السرعة أو التعجيل أو الزاوية أو السرعة الزاوية أو العجلة الزاوية. اختار هذه الإزاحة وهذه السرعة، نسحب مرة ثانية نختار خيار آخر غير السرعة على الإكس ولا السرعة على الواي. ولو مثلا أخذت الإزاحة تخرج الإزاحة على الإكس وعلى الواي والمحصلة، والسرعة نفس الكلام على الإكس وعلى الواي والمحصلة، والزاوية والسرعة الزاوية والعجلة الزاوية لكل نقطة من نقاط الجسم. والستيكر ممكن تحدد تتبعه عدد النقاط، يعني النقاط وألوان النقاط، وهل تشتيها تتبع المسار على شكل نقاط أو مسار. خيارات كثيرة جدا في البرنامج، هي بس محتاج ممارسة، الموضوع زي أي برنامج، والموضوع أصبح سهل بالممارسة. عاوز تطلع الكربريشن أو تخفيه، عاوز تزود الإضاءة تنقص الإضاءة، عاوز الستاك فيجر يكون موجود في الفيديو ولا لوحده، الخيارات كثيرة جدا في البرنامج. لاحظ الأرقام هنا كيف تتغير في كل لحظة من اللحظات أو في كل جزء من أجزاء الثانية. في الثانية الواحدة يطلع لك 40,000 رقم تقريبا، يعني قاعدة بيانات ضخمة، وذلك بسبب دقة الكاميرا. الكاميرا بتعطي 125 كادر في الثانية، يعني 125 صورة في الثانية. طبعا أنت مش هتأخذ كل هذه الأرقام، إنما هتأخذ رقم معبر عن كل هذه الأرقام لكل مرحلة من مراحل الأداء. تحط هذه الأرقام في جداول مرتبة، كل مهارة لوحدها، تبدأ تعلق على كل جدول، وتستخدم المنحنيات النظرية والمخططات في شرح وتفصيل القيم الكمية أو القيم اللحظية التي استخرجتها من البرنامج، وتعرضها بطريقة منظمة ومرتبة، وتبدأ بتحليل هذه الأرقام وتحويل القيم الكمية إلى قيم لفظية أو تحليل كيفي حتى يستطيع أن يفهمها المدرب أو القارئ البسيط. نحن في هذه الدراسة حللنا مهارة دوليو تشاجي في رياضة التايكوندو إلى عناصرها الأولية، مرحلة تمهيدي ورئيسي ونهائي، وعطينا لكل مرحلة تمرينات مشابهة للأداء أو تمرينات خاصة أو تمرينات نوعية، وقارنا تمرين النوعي مع المرحلة حتى نستطيع الحكم على أن هذا التمرين هو تمرين خاص أو تمرين نوعي أو مشابه للأداء بلغة الأرقام، والحكم عليه بصورة علمية باستخدام التكنولوجيا والبرامج الحديثة. وعشان كده صناعة التمرين إنما يكون باستخدام البرامج، البرامج هي اللي تقول إن هذا التمرين بنفس المسارات الحركية وبنفس التوقيت الزمني وبنفس العضلات العاملة، عشان نحكم على هذا التمرين أنه تمرين مشابه للأداء أو تمرين خاص. أتمنى لكم المتعة والفائدة، ولا تحرمونا من تعليقاتكم الجميلة، لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة إذا كنت مش مشترك، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وما تنساش تشوف الفيديوهات السابقة وتنتظر الفيديوهات اللاحقة. مع خالص مودة للجميع، دكتور جمال وصابي.